لجأت للشي اللي أنا برتاح فيه أكتر. عرفتي يعني أنا عندي هواية بالحلو والطبخ، فلجأت لهذا الشي والحمد لله الحمد لله فترة قصيرة قدرت أعمل وطور كتير قصص. في تحدي للظروف الاقتصادية الصعبة وما رافقها من نتائج أصابت اللبناني بالأحباط، سارة سيبلاني الشابة العشرينية اختارت خوض غمار المواجهة على الاستسلام واليأس، من مراقبة صحية إلى صانعة حلوى. ثاقبت صار مهرجان بالضيعة، وقبل بثلاث أيام خبروني أنه فيك تاخذ كيوسك، فبس أخذت الكيوسك وهيك يعني بعدني متلبكة أنه كيف أنا بدي لحق، شو بدي ساوي، شو بدي أعرض، شو العالم حتحب ما حتحب. فتكلت على الله واشتغلت ونزلت، يعني الحمد لله الحمد لله. اللي يجي ياخد من عندي يرجع معه 10. من هنا بدأت نقطة الانطلاق وكبر حلم سارة في مشروعها. أول شي بلشوا رفقاتي أكيد، بس عارفة أنه فتحت البيج وهيك، فمثلا شو بتعملي؟ بعمل هيك وهيك وهيك. يطلبوا، يحبوا يحكوا رفقاتهم، رفقاتهم يجي يرجعوا يطلبوا من عندي، فأنه صارت الأمور يعني هيك بسرعة. فكذا حدا صار يحكيني أنه أنا بستأجر معمل مثلا، وأنت أنه بنعمل براند باسمنا، بتكوني أنت الشيف، منجيب لك أنه عمال والبديك هي. حدا بيقول لي أنا عندي محل. بس هيك أكبر بعد شوي بدي مش استأجر بيت، بدي استأجر مطبخ، بيت أعمله مطبخ قد ما بحب يعني. أكيد يعني هذا الحلم وهذا الهدف حطيتهم قدامي وبدي أوصلهم إن شاء الله. هي الإرادة وقوة الصمود التي لا تعرف حداً، هكذا استطاعت سارة أن تتحدى الضائقة الاقتصادية والبطالة في لبنان لتخلق أملاً جديداً عند الشباب اللبناني.